وزير الخارجية المصري يكشف مسار مفاوضات سد النهضة. قال وزير الخارجية المصري إن الاجتماعات حول سد النهضة الإثيوبي أسفرت عن نتائج إيجابية من شأنها ضبط مسار المفاوضات ووضع جدول زمني واضح ومحدد. وأضاف سامح شكري أنه سيتم عقد 4 اجتماعات عاجلة للدول الثلاث على مستوى وزراء الموارد المائية وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي، تنتهي بالتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة خلال 2 بحلول 15 من يناير 2020. أوبر تسجل خسائر تتجاوز 1 مليار دولار في الربع الثالث. أظهرت نتائج أعمال شركة أوبر أنها سجلت خسائر بقيمة 1.16 مليار دولار خلال فترة 3 أشهر المنتهية في سبتمبر، مقارنة مع خسائر بنحو 986 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وتتضمن هذه الخسائر 401 مليون دولار لتعويضات المساهمين. أرامكو تعلن رسمياً إدراج جزء من أسهمها بالسوق السعودي. أعلنت شركة أرامكو السعودية عن طرحها العام الأولي ونيتها إدراج جزء من أسهمها بالسوق المالية السعودية، وقالت الشركة إن السعر الذي سيشتري به المكتتبون في الأسهم وعدد الأسهم المبيعة ونسبتها سيتحدد في نهاية فترة بناء سجل أوامر الاكتتاب. ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي ل 45.24 مليار دولار. أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية لمصر بنهاية شهر أكتوبر الماضي هامشياً بنسبة 28% بالمئة بقيمة 129 مليون دولار على أساس شهري. وأوضح البنك أن الاحتياطي النقدي لمصر ارتفع إلى 45.24 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي مقابل 45.11 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضي. كشف نفطي ضخم يعزز مكانة الإمارات عالمياً. أعلن المجلس الأعلى للبترول عن اكتشاف وإضافة احتياطات هيدروكربونية جديدة تقدر بقيمة 7 مليارات برميل من النفط الخام و58 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز التقليدي. وأعلن المجلس كذلك عن موارد غاز غير تقليدية قابلة للاستخلاص تقدر بنحو 160 تريليون قدم مكعب قياسية.